أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. عقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره القبرصي لقاء ثنائيا مغلقا تناول بحث إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتبادل الرؤى حول تطورات الحرب في غزة وسبل تحقيق وقف إطلاق النار واحتواء الكارثة الإنسانية. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، قال إنه تم خلال اللقاء تأكيد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والطاقة والنقل البحري والسياحة، إلى جانب بحث تطورات الحرب في غزة وسبل إنهاء الأزمة الراهنة بمختلف أبعادها.